بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يقول بعض الصوفية احتجوا بهذا الحديث على ذكرهم البدعي، أنهم يقولون الله 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 ويحتجون بهذا. ها؟ نعم. هذا في الله الله يعني أنهم يتركون حتى ذكر الرب سبحانه وتعالى، يصيرون ما همهم إلا الدنيا. في الحديث أيضا يتسافدون تسافد الحمر، بهايم. نعم. الذكر ما يكون بالاسم المفرد، ما يكون بالاسم المفرد أبدا، أو الضمير هو هو، ما يكون كذا. الله لا إله إلا هو، هل القرآن فيه الله الله الله؟ الله قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فما في القرآن ذكر بالاسم المفرد أبدا، ولا في السنة ما فيه الاسم المفرد. الذكر لا يكون إلا بجملة مفيدة من مبتدأ وخبر: الله أكبر، لا إله إلا الله، وما أشبه ذلك، جملة مفيدة من مبتدأ وخبر. نعم.